أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع شهداء غزة إلى نحو 26 ألف شهيد وأكثر من 64 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، راح ضحيتها 180 شهيدا وأكثر من 380 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 12 بعد المئة تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وسط تركيز العدوان على خان يونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة مئات الشهداء والجرحى. حتى لقمة العيش المفقودة حين توفرت لأهل غزة أصبحت مغمسة بالدماء، فالاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروعة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية حين استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لفلسطينيين كانوا ينتظرون حصولهم على المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. طايحين نجيب طحين لسنا في المقاطير، ضربوا علينا 4 قذائف، استشهد شباب وتصاب شباب ولا صوابت في جري وفي ايدي. هذه مجازر تقوم فيها اسرائيل بحق هؤلاء المواطنين العزل الابرياء في قطاع غزه الذين خرجوا من اجل ان يبحثوا عن قوت يومهم في ظل حصار، في ظل قتل، في ظل سياسه اجراميه. ووسط استمرار صمت المجتمع الدولي أمام سلسلة المجازر الإسرائيلية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة في الساعات الأخيرة. هناك ما يمكن أن نطلق عليه مأساة يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب الكبيرة، حرب الإبادة التي تمارس من قبل إسرائيل. وللأسف هناك صمت من المجتمع الدولي أمام هذه الكارثة وأمام هذه المأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. ونسف جيش الاحتلال مربعا سكنيا تلاه استهداف من الطيران الحربي في محيط مستشفى القدس في تل الهوى في مدينة غزة التي تعيش ظروفا إنسانية وصحية صعبة للغاية وسط انهيار المنظومة الصحية وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية. المنظومة الصحية في قطاع غزة تنهار يوما بعد آخر، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لإنقاذ قطاع غزة. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من أمام مستشفى الكويت التخصصي في رفح جنوب قطاع غزة، فلسطين.